ازيكم يا مواليد برج الجوزاء، يا رب تكونوا بخير. انا مريم بعمل فيديوهات عن توقعات الابراج. توقعات برج الجوزاء ليوم الخميس 23 ديسمبر كانون الاول 2021. خليك حذر النهارده من انك تهمل اي ورق او حتى تامينك الصحي، علشان بيبقى فيه قلق حولك او حول احد حبايبك النهارده، فخليك جاهز بكل ورقك وكل تامينتك الصحيه لليوم. هتبحث في شؤونك المالية أو الإدارية اليوم. بالنسبة ليك مهنيا، مع أنك بتحقق تقدم ملحوظ في شغلك، إلا أنه عليك أنك تثابر أكتر وباستمرار، وما تخليش الكسل يتمكن منك، لأنه هو ده أحد أسباب فشلك يا جوزاء. فخليك نشيط علشان تعرف تتقدم في مسيرتك المهنية بشكل كويس. بالنسبة لك عاطفيا، ممكن انك تتوقع عواطف او مشاكل بتمر بيها، فحاول انك تعتمد على فطرتك في انك تواجه المشاكل دي وتتخلص من كل احاسيسك اللي بتزعجك. بالنسبة لك صحيا، خليك منتبه ان من كثرة التنقلات اللي بترهقك، فما تحاولش انك تقوم باكتر مما هو مطلوب منك، فما تبذلش مجهود اكتر مما انت بتعرف تعمله، علشان ممكن ده يؤدي بيك صحيا لتعب كبير جدا. فخليك على قدر مستواك في الارهاق وما تحاولش تعمل اكتر منه. أما بالنسبة لحركة الكواكب اليوم، فالقمر اليوم في برج الأسد، وده بيحفز رغبتنا في إننا نتواصل ونتشارك أنفسنا مع الآخرين بطرق صادقة جدا. وتحت هذا العبور بنكون عازمين وواثقين ومباشرين وصادقين، وهنفخر أكتر بأفعالنا وإبداعاتنا اليوم. بالنسبة للأسد، هيكون كريم جدا وواثق، وممكن انك ترغب في انك تبحث عن مسعى شخصي او تعطي اهتمام خاص النهاردة. مشاعرنا هتكون قوية جدا، وهنكون مستعدين وراغبين في اننا نتشارك انفسنا مع الاخرين. وفي وقت مبكر من الغد بيشكل زحل مربعا مع اورانوس، هيكون ثلاثي الحالات الكاملة، حدث الأول في فبراير والتاني في يونيو، وهذا التأثير طويل المدى بيولد بعض الاحتكاكات اليوم. وفي أصل التوتر يوجد صدام بين حاجتين إلى الحرية، حاجتنا للحرية والعفوية، وحاجتنا إلى الهيكل والاستقرار. بالنسبة للناحية المثالية، يمكننا أننا نوجد طرق إبداعية لتلبية هذه الاحتياجات المتبينة، ربما من خلال أننا نعطي شكل لمثالنا العليا أو السعي لتحقيق تقدم جديد. بيصعب علينا تحمل القواعد والقيود اليوم، لكن الحياة بتبدو فوضوية للغاية بدون رسم بعض الخطط فيها. يمكن أن تؤدي محاولات تأكيد فرديتنا وحريتنا وأصالتنا إلى تفويض شعورنا بالتمسك بالأمان، ومع ذلك فنحن غير راضيين عندما نتمثل. وقد تكون هناك تقلبات مفاجئة اليوم وغير متوقعة، بتجبرنا على أننا نقوم بشيء مختلف أو تحرير أنفسنا من العادات القديمة، وده بيكون تعديل خططنا على ما يرام، وهنحقق توازن بين الاتفاقية والابتكار وهو التحدي. وبكده بنكون وصلنا لآخر الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتوا مستنين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. انا بكبر بيكم ومعاكم.